نادين انتي منوره والله بنورك يعني بنورك النهارده كده. الشعور العام ان انا قاعد مع واحده مخرجه مهمه جدا والله ميرسي. ده مديني كده احساس كده ايجابي قوي. ميرسي ده كلام كبير قوي بجد يعني، واعتز بيه فعلا يعني. بس انتي مش مبسوطه انك قاعده معايا؟ ليه؟ لا انا مبسوطه جدا، ده سعيده جدا، ده اهو ده انا ترحيب فظيع. انا بحاول اغريك اغريك باي حاجه، بس انا عايز اعتذر لك. الانتاج عامل حركه مش ولا بد، جايبين لك شوكه صغيره وحاطين لنا الشوكه الكبيره. الكبيره على اساس ايه يعني؟ ان انا الكبير يعني؟ هو ده الفكره يعني ولا انا؟ لا 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 بعدين بقى. لا لا لا. بعدين بقى انا الكبيره. انت طول عمرك كبيره، طول عمرك كبيره، والابتسامه بتاعتك دي دليل على انك انت عندك شخصيه المخرج المسيطر المرعب في اللوكيشن، وفي حقيقة الأمر إنسانة كده لذيذة ومبتسمة وخجولة. ودايما يا نادين المخرجين الكبار بيبقوا فعلا بالطريقة دي. والأستاذ محمد خان رحمة الله عليه والدك العظيم كان كده برضو، صح ولا غلط؟ مظبوط صح؟ مظبوط مظبوط. بيقولوا ابن الوز عوام، وانا لما كانت تتقلي العباره دي زمان كنت بقلق قوي لحسن الناس تربطني بنجاح ابويا. انت عندك نفس الشعور؟ طبعا طبعا. انا بدات كمساعده من 98، وكنت دايما بحاول اهرب ان انا يتعرف ان انا بنت محمد خان، او حد يقول ان انا بنت محمد خان، عشان ما بقاش مربوطه بنجاحه هو، بقى انا بحقق نفسي. واخد مني سنين كتير جدا جدا لغايه لما عرفت افصل ده. وامتى قدرتي توصلي للاستقلاليه الكامله عن والدك؟ ما اقدرش اقول امتى بالظبط، بس خلال شغلي كمساعده كان خلاص، كان اثبتت نفسي واثبتت شغلي واثبتت انا مين، فابتدت الناس تتعامل معايا باسمي يعني مش باسم والدي. بس لما والدي توفى حسيت يمكن انا كان المفروض اقول لا انا بنته اكتر من كده يعني. فعلاً. في حاجه حصلت. حسيتي ان هو في اثناء حياته يعني ما اديتلوش يمكن القدر الكافي من الاعتراف بالجميل؟ بتهيألي. بس هو ربنا كده، هو ووالدتي هما الاثنين ربونا كده، ان احنا نبقى مستقلين، احنا شخصيات مستقله اللي بنعمله، ما نربطش نفسنا بحد فيهم وهكذا. فجزء منهم هما وفي جزء منهم انا يعني الاثنين. دلوقتي لما ما شاء الله يعني بقيتي اسم مهم في عالم الاخراج في الدراما المصريه وفي السينما المصريه، بتديني بالولاء لبابا وماما اللي عملوه معاكم من النشأة وانتوا صغيرين. التركيبة بتاعتك كانت انك انت عشتي في، مش عايز اقول في جلباب ابي خالص خالص يعني، لان احنا كلنا نتاج للأسرة اللي احنا نشأنا فيها طبعا. انما 100% تفاصيل حياتكم وانت صغيرة كونت الشخصية بتاعتك. اكيد طبعا. احنا بيتنا كان بيت فني وثقافي من واحنا اطفال. والدتي فنانه تشكيليه وصناعه حلي يعني. ووالدي مخرج كبير محمد خان الله يرحمه. الله يرحمه. فكنا دايما من واحنا اطفال بيتنا في سينما، في مسرح، في معارض، في مزيكا. كنا دايما الفن جزء من حياتنا، في نقاش طول الوقت عن الادب وعن الفن بيحصل بيدور في البيت انا واخويا ووالدي ووالدتي. فطبعا ده اكيد اثر فيا، واثر ازاي انا بشوف الحاجه وازاي بفكر وازاي بشتغل وهكذا. وكنتي بتروحي كواليس التصوير مع بابا؟ لا مش كتير، ما هو كان دايما بيحب يفصل. هو دين مش كتير يفصل بيته عن شغله، البيت عن الشغل. فكنت بروح ساعات بس قليل قوي يعني، مش ما كنتش يعني متواجده في كواليس الشغل قوي. انما لما كان بيرجع البيت وفي نقاش بيحصل او كده كنت بتبقي مطلعه يعني بشكل او باخر على كواليس الفيلم الفلاني مثلا؟ أيوة صح؟ طبعا طبعا. يعني افتكر انا كنت صغيره وقتها، مش فاكره كان عندي كام سنه، بس وقت احلام هند وكاميليا مثلا النهايه
كان بيقعد يتكلم على ازاي النهايه وبيفكر في النهايه ازاي واحلام، ولما يلاقوها في الشط، وكان بيقعد يتناقش مع ماما كتير قوي 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 فيها. فلما شفتها لما روحت، احنا كنا طبعا العرض الخاص بنروح، فلما شفتها انا فاكره قد ايه انا كنت منبهره، لان انا طول الوقت سامعه عن النهايه دي، سامعه عنها. فلما شفتها كنت منبهره جدا. نادين، عايز اسالك عن مساله انك انت بقيتي مخرجه بالصدفه. ايوه. طبعا عايز ابارك لك قبل ما نتكلم في الموضوع ده على المسلسل الاخير بتاعك، لانه كان شيء رائع الحقيقه في رمضان اللي فات، مسار اجباري، وانا تابعته من الجلده للجلده، وببارك لك عليه، وربنا كده يوفقك في اللي جاي. الله يبارك فيك. ميرسي جدا. هنرجع نتكلم على مسار اجباري بعد شويه. بس ايه حكايه مخرجه بالصدفه؟ انا كنت بحب الرسم من وانا طفله، وكنت برسم. امي كانت شايفه ان انا برسم كويس جدا. انا بتهيالي بعد كده فهمت انه غالبا القرد فان امه غزال غالبا. لا لا ايه ده، لا ما تقوليش كده. انت بترسمي لغايه دلوقتي؟ دلوقتي اقل. بس كنت زمان بحب الرسم جدا، فكان كنت عايزه اخش فنون جميله تصوير. وحاولت اخش وما نجحتش في امتحانات القبول، وما نجحتش. وبعدين حسيت انه انا مش هقدر ابقى في اي حاجه تانية غير حاجه فنيه، لازم اخش في الفن، مش عارفه ادرس حاجه تانية. يعني ما ينفعش مثلا تبقي دكتوره؟ لا لا. مهندسه؟ تجاره؟ لا لا. ابدا يعني. فقلت هخش معهد سينما. كويس. والدي ما قالش اي حاجه، قال لي زي ما تحبي، ولا ولا لا ولا اي حاجه. ماما كانت معترضه، وكانت عايزاني اخش جامعه امريكيه. قالت لي طب ادرسي، اعملي ماينر فيلم في جامعه امريكيه، علشان كانت قلقانه من مستقبلي، ان هي كانت عايشه مع والدي وشايفه معاناه السينما والفن وكده، فكانت عايزاني ابقى اكتر مستقره يعني. بس انا صممت على معهد سينما. ودخلت معهد سينما، وفي حدوته صغيره هنا، كان والدي شريكته في رحلته الفنيه كانت استاذه ناديه شكري مونتيرا. طبعا احنا كنا بنقول لها ماما ناديه. طبعا هي اللي اخذتني، وكانت بتذاكر لي امتحانات القبول بتاعه المعهد. كنت بروح لها وكانت تقعد تذاكر لي كتير جدا 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 جدا. ولما دخلت الامتحانات كانت صعبه جدا حقيقه، ما كانتش سهله. فلقيت نفسي لا، في حاجه هنا انا حباها اكتر، وفي حاجه، لغايه لما عملت اول مشروع ولقيت لا، انا هو ده اللي انا عايزاه. هو ده اللي انت عايزاه، اكتشفتي في نفسك كده. كان في مرحلة كده في المشوار بتاعك قررتي انك تسافري لندن، صح؟ وكان ليكي تجربة، وبعدين انتهت بانك انت ايه؟ رجعت. بابا كلمني قال لي خلاص بقى، كفاية لعب. لا احكي لنا كفاية لعب. الموضوع ده حصل ازاي؟ على فكرة انا مش عشان احط انا لا خلاص بقى، لا مع الاكل ده لا يعني نفس. لا تحبي طيب واحد شوكليت شوية كده؟ طب بعد شوية. بعد شوية. اوكي، احكي لي بقى على تجربة لندن. تجربة انا بعد المعهد على طول كنت متخيلة ان انا رايحة لندن مش راجعة. وعندي صورة كده في المطار، كل اصحابي والعيله بقى خلاص بيودعوني باي باي. انا مش راجعه بقى. وان واي تيكت. ايوه بالظبط. مش راجعه. ده اللي كان، اللي كنت فاكراه. ايوه اللي كان جوايا. يعني انت رايحه، انت مش رايحه، مش مسافره، انت هجيتي. انا مهاجره. وبعدين رحت لندن وحاولت اشتغل، وقتها كان ب 2001. حاولت اشتغل في المجال، كان صعب جدا جدا. دلوقتي شويه انك تقدر توصل لحاجات اسهل سنه، وقتها كان اصعب كمان. وعملت كورس كده صغير، بس الحقيقه بقى ان انا لعبت وعشت لندن دي بالطول وبالعرض. مزيكا وثقافه والسينما، واشتغلت اشتغلت في مطعم، واشتغلت في باب، واشتغلت يعني، وعشت عشت لندن، عشان كده بحبها يعني جدا. بتشتغلي في مطعم في لندن، ده تجربه غنيه جدا. لان لندن دي مدينه سياحيه بالدرجه الاولى. عالميا يعني. تجربه ملهاش علاقه بالسينما، بس ليها علاقه
بالحياه. اي مش كده جد. انا عايز اقول لك على حاجه، هرجع للندن تاني بس اقول لحضرتك على حاجه. انا قبل ما اخش معهد سينما اشتغلت شغلانتين في كل صيف بين في المدرسه. مره اشتغلت في ورشه فخار، كنت صبي ورشه فخار، وكنت بجيب بقى ملوخيه معايا من البيت. يعني هما كانوا، كنت باخد 5 جنيه في الاسبوع، وكنت اخلي ماما تعمل ملوخيه واخد لهم الملوخيه. ايه ده؟ ده قعدت فيها صيف كامل. ومره اشتغلت صيف بقى، ايه ده، 3 شغلانات انا اسف. ومره اشتغلت صيف بياع في محل، كنت محل هدوم. قعدت فترة كان في مصر الجديدة. وما عندكيش مشكلة انك انت تتكلمي عن الحاجات دي؟ يعني ممكن الذكريات دي حد يبقى ايه يتوارى كده منها، انما انت لا، بتقوليها كول قوي. ما هي تجربة في حياتي، تجارب كلها عشتها وعلمتني كتير، شفت حاجات كتير ولمست حاجات كتير. لا فرقت معايا جامد جدا. واشتغلت اخر حاجة قبل المعهد دي، اشتغلت كان وقتها مونتاج الديجيتال لسه جاي مصر. كان كامت الشركة، كان أفيد لسه جاي مصر. ودي بقى اتعلمت على ايد شريف عزت وعمر عزت، تامر كروان كان بيشتغل هناك، وانا كنت لسه صغيرة كنت بشتغل زي اوفيس بوي ويعلموني، كنت اشتغل واتعلم في نفس الوقت. بعدين دخلت بقى بعد اوفيس بوي. ايه، لما تقوليش كده على نفسك، ايه ايه اوفيس جيرل، اوفيس جيرل، تقولي صبي نادين خان. وايه ماما الملوخيه ده؟ ايه بتاخدينهم ملوخيه ليه؟ ما اعرفش، كنت بقى بحس ان انا عايزه اجيب لهم حاجه، كنت اخلي ماما تعمل ملوخيه، اخد الملوخيه واخد الخمسة جنيه واديهم الملوخيه. تديهم الملوخيه؟ اخد الخمسة جنيه. وتقعدوا كلكم تاكلوا ملوخيه؟ الله، ده بريك حلو قوي. طب ومين كان بيعمل الرز بقى؟ اللي انا فاكره كان بقى الورشه نفسها، صاحب الورشه كان بيجيب بقيه كل الحاجات، كان بيجيب الحاجات وتعملوا انتوا الغدوه على طبق الملوخيه بالزبط. او حله الملوخيه بتاعه الوالده بالظبط. دي تجربه لذيذه جدا. فلما روحت بقى انجلترا كملت نوع التجربه دي بس في انجلترا، فعشت شويه يعني الحياه بتاعت انجلترا وحبيتها جدا. حبيت لندن، لندن غنيه في ثقافتها، في المزيكا، في السينما، طبعاً في المسرح، في حاجه يعني. بس انا من كلامك كده يا نادين، يعني انت شخصيه شويه يعني مقتحمه، يعني جريئه. صح، كنت يعني. بقى دلوقتي خلاص، دلوقتي انا لا اتستتتي خلاص بقى. لا مش اتستت، دلوقتي تعبت. الاعتراف بالحق، تعبت بقى، تعبت خلاص، ولا مستعد اروح اشتغل في مطاعم ولا اجيب ملوخيه لحد. بس ما عنديش مانع لو حد جاب لي ملوخيه بالظبط. دخلتي عرفتي انك انت حابه المجال ده، والخطوه دي خدتك لخطوه ثانيه بالظبط، على بال ما بقيتي مخرجه. احكي لنا. اشتغلت تدريب كلاكات مساعد تالت. انا ابتديت في وقت ما كانش فيه مونيتورز، كنا بنشتغل خام وهكذا، كان ترتيب المساعد مش زي دلوقتي، في تالت تاني اول بس فقط يعني. فاخدت السلم كله. اشتغلت يعني انت نفسك كنت عامله كلاكيت؟ اشتغلت في فيلم تلفزيوني الاستاذه تغريد العصفوري، كان فيلم موسيقي يعني، فيلم غنائي. مشهد نهار خارجي، البطل يعنف البطلة رقم 95 على 70. لكن عاشر مرة بالظبط كده، بالظبط كده. لا ده جو بقى مداري السينما من غيره ما تنفعش. عملتيها؟ عملتها وتعلمت العدسات كده يعني، ده كان اكتر حاجة علمتني العدسات، شغلي ككلاكات والله. والشغل في الفترة دي بدون مونيتور بدون كده، لان كنت دايما عينك بتروح للفيو فايندر تبص الفريم عامل ازاي. فهو ده اللي علمني العدسات كويس قوي. تدرجتي في العمل السينمائي ورا الكاميرا بالظبط، وفضلتي كل شوية تتنقلي المرحلة من مرحلة لمرحلة بالظبط. امتى بقيتي مخرجة؟ بعد المعهد، بعد مشروع التخرج، عملت كده عهد مع نفسي ان انا احاول كل سنة اعمل فيلم قصير انتاجي مش مهم. الحقيقة ما عملتهاش كل سنة.
بس عملت 4 أفلام قصيرة لغاية لما قدرت أعمل أول فيلم طويل اللي هو هرج ومرج. في 2011 صورته، 2012 دخل مهرجان دبي. تمام. أخذ جائزة لجنة التحكيم. مظبوط. أنا مش عارفة تبقى مرة إيه يعني بتعمل فيا كده، ولا أنت عشان شايفني يعني مدلوع عليك ولا إيه بالظبط؟ ديك انت بنتي. بس اللي انا فاهمه ان هرج ومرج ده خلاك تكسري شويه. صح؟ ده حقيقي. ليه؟ ده حقيقي. ليه يا نادين؟ هرج ومرج اخذ مني سنين طويله عشان اقدر اعمله. هو ابتدى كنت بشتغل مساعد مخرج في فيلم باب الشمس. استاذ يسري نصر الله. استاذ يسري اخراج. ده فيلم من الافلام العظيمه. كان بيتناول القضيه الفلسطينيه. تاريخ القضيه الفلسطينيه، ومن 48 لوقتها احنا كنا صورنا 2003 يعني تقريبا المرحله كلها تاريخ الفلسطينيين في المرحله من 48 ل 2003 تقريبا. وفيلم رائع وفي تجربة حياتية غيرت حياتي، غيرت حياة كل اللي اشتغلوا في التجربة دي الحقيقة يعني. ووقتها كنت دايما بص في الفيو فايندر، وكنت دايما أنا كنت مسؤولة عن حركة المجاميع والإكسسوار. فكنت دايما عيني بتروح للخلفية لورا. فابتدت فكرة هرج ومرج تيجي منين، أن أنا أعمل فيلم للناس اللي ورا للخلفية. فبدأت معايا الرحلة من هنا. قبل ما عرفت اكتب سيناريو رحت ورش ورحت ريزيدنسيز في فرنسا وتونس وهكذا لغايه ما طورت السيناريو. وبعدين في 2010 اترفض من الرقابه في 2010. في 2011 قدرت اقومه تاني. فكان زي رحله كده، لما حققته كسلت، قعدت قلت يبقى هو بعديها خلاص الشغل هيجي. وانا فاكره والدي وقتها قال لي مفيش حاجه اسمها كده، انت لازم يبقى عندك حاجه واثنين وثلاثه وكذا، وانا ما كنتش متخيله. فقعدت وفعلا قعدت 5 سنين تقريبا منتظره الشغل منتظر. يجي وما يجيش. ما جاش. وبعدين بعد ال5 سنين دول يا نادين رجعت نادين خان تاني للاخراج بنصيحه بقى الاستاذ محمد خان ولا ايه؟ بدات اشتغل على ابو صدام كفكره، وفي نفس الوقت جالي مشروع 7 جار مع ايتن امين وهبه يسري. ايتن كلمتني، انا تعرفت على ايتن وهبه من والدي، هما كانوا اصدقاء والدي. تمام. وتعرفت عليهم، وبعدين ايتن قالت لي احنا عندنا مشروعنا وهبه وعايزين نعمله احنا الثلاثه، وكلمنا فيه وحبيت المشروع جدا وابتدينا نشتغل عليه. تعالي نتكلم على تجربة مسار إجباري. أنا ملاحظ إن في جيل جديد كده يعني من الممثلين والممثلات والمواهب الشابة ابتدت تغير مفهوم إن المسلسل يسوق على اسم نجم كبير. وأعتقد يا نادين إن أنت يعني هو ده اللي أنت حققتيه في مسار إجباري. وربما في سابع جار، مش كده؟ كلميني عن الفكر الجديد ده. يعني هل المشاهد مش مهم ان هو يشوف حد هو عارفه ومتعود عليه وفاهم ان عمله هيبقى ناجح زي الاسماء الكبيره بتاعت الدراما والسينما؟ ايوه طبعا. انا تالي الموضوع وتناول الموضوع ده بيوصل للمشاهد على طول. لو الموضوع قريب للمشاهد وازاي حصل تناول للموضوع ده بتمثيل جيد بيوصل للمشاهد وبينجح، يعني من تجربتي الشخصية يعني ده بينجح. وده لا ينفي برضو نجاح الستار سيستم، لأنه ده سيستم طبعا قائم وقوي وليه مكان، وده لا يلغي ده ولا ده يلغي ده. هو مفروض يبقى فيه diversity، يبقى في تنوع. ده وده. تنوع. بالضبط. فأنت بالنسبة لك يعني تجربة مسار إجباري كانت تجربة يعني كنت مبسوطة بيها؟ جدا، لأن كان فيها تحدي رهيب، لأن احنا دخلنا أنا كان الوقت قصير جدا جدا جدا، الورق مش كامل، أنا وداش وعصام يعني كأن المشروع اتكون وإحنا شغالين. فكان في تحدي فظيع، وكان في إحساس إن احنا كلنا المشروع ده بتاعنا.
وبنعمله مع بعض، وده فعلا بيفرق بشكل فظيع. عايز اقول ان انا مرتاح سعد، مرتاح وفخور بعلي اخويا بنفسي. نادين، لفت نظري تجربتك كمساعدة في فيلم بنات وسط البلد مع الراحل الكبير استاذ محمد خان والدك. التجربة دي يعني مش عارف، يعني كانت بالنسبة لي يعني بابا، يعني المخرج هو بابا وانتي مساعدة، والمخرج ده انا يعني ادعي ان هو ما كانش بتاع مجاملات. لا، فكلميني عن كواليس التجربة دي شوية، لان انا متأكد ان فيها تفاصيل شيقة جدا. هو عمل بنات وسط البلد كان بعد فترة من التوقف، وكان راجع، كان عايز يعمل بنات وسط البلد بشكل معين انتاجيا مهم ليه لرجوعه مرة اخرى على الساحة يعني. تمام. فكانت ظروف التصوير صعبة مش سهلة. كنا بنصور لوكيشنات كتيرة، عدد ايام قليلة، كنا شوارع كتير، فكان تصوير مش سهل. وانا كنت المساعد الاول، وانا كمساعد اول انا ادعي يعني ان انا كان في فتره كنت في السوق من المساعدين المهمين. بعيدا عن والدي. تمام. فمتعوده دايما ان انا لما يبقى في حاجه فنيه دوري كمساعد اول اروح اتكلم مع المخرج او اقول له، انبهه، ياخد رايي ما ياخدهاش، دي قصه تانية. طبعا. جزء من شغلي. طبيعي. طبعا. عملتها مع مخرجين كتير جدا. ايوه بتلفتي النظر اقل حاجه، وهو حر بقى. هو حر بقى. فرحت قلت له استاذ محمد الشوت ده مش عارف فيه هنا كذا، في كذا، في كذا. ومرة واحدة أنا أبويا كان معروف إنه هو عصبي، يعني شخص في اللوكيشن عصبي جدا. ومرة واحدة العصبية دي اتفتحت فيا، هاتي بتقولي لي مش عارفة إيه، هاتي. أول مرة مخرج يخليني أعيط فعلا. عمرها ما حصلت. بقيت واقفة وبقيت أعيط ومش عارفة أتصرف، مش عارفة أعمل إيه وبتاع. ومن ساعتها قلت لا مش هشتغل معاه تاني، مش هشتغل معاه تاني. انت نرفستي او حاجه؟ خالص. خالص، ما اعرفش. بس يمكن رحتي لي في لحظه معينه. يمكن يعني كان هو يمكن على اخره، ما هو برده هو اكيد تحت ضغط. طبعا. هائل. طبعا. بس انا اشتغلت معاه مساعده في حاجات تانية. انا اشتغلت معاه في فوازير، كان عمل فوازير رمضان. بس هو وصلنا لبنات وسط البلد. وقلت بقى انا خلاص كده مش دعوه. بس كملي لي الموقف. انت عيطتي؟ عيطت. في وسط اللوكيشن؟ في وسط اللوكيشن. كويس. عمل ايه بقى؟ لا، راح مهدي كده الدنيا وبتاع، وراح لمامها، وانا رحت لما الموضوع وخلاص وهنشتغل، وكملنا شغل عادي جدا. كملت شغل عادي جدا. نادين، نفسي اسالك باعتبارك يعني مخرجه دلوقتي، يعني متحققه في مجالك، ايه اللي بيشدك انك تقبلي عمل او ترفضي؟ الحقيقه لاسباب مختلفه. اولا لو الورق او الموضوع حلو، ده اكيد يعني دي نمره واحد، شخصيه او الورق يعني دي نمره واحد. بس هو في فرق بين السينما وبين الدراما. انا في السينما عملت فيلمين طوال، اللي هو هرج مرج وابو صدام، والاثنين كانوا قصتي، والاثنين حاجه حدوته انا عايزه احكيها، شخصيه عايزه اتكلم عنها. فده كان او ده اتجاه. في الدراما اكتر كان دايما مشروع جاي لي، وكل مره المشروع اسبابه مختلفه، مره بيبقى الورق، مره يبقى الممثل انا حابه اشتغل معاه، مره الظروف، يعني زي مسار اجباري. مسار اجباري كان فيه تحدي انا عايزه اجربه، انا عايزه العب اللعبه دي، انا عايزه اجرب في التوقيت ده بالظروف دي اطلع شغل برؤيه معينه انا شايفاها. فبحس ان كل مشروع بيبقى فيه حاجه، بس انا لازم يبقى فيه حاجه انا حباها، حابه العبها او حابه اجربها او حابه احكيها. حاجه عامله لك تشالنج او تحدي بالزبط. معين بالزبط. نفسك تجربي التجربه دي بالزبط. هل عادي ان المخرج يبقى هو صانع، يعني يبقى
هو مؤلف الموضوع يعني انت بتقولي في السينما الفيلمين كانوا من تأليفك. بالظبط. هل ده عادي يعني؟ موجود يعني لو حاجه حد تاني مؤلفها ده بالنسبه لك اوكي؟ طبعا لو في الاخر انا حابه الموضوع اكيد. وارجع اقول ان السينما مختلف عن الدراما يعني. والتعامل مع الدراما مختلف. انا السينما حبيبتي حياتي طبعاً. الدراما بحبها جدا وبنبسط فيها جدا، بس هي حاجة تانية مختلفة بالنسبة لي عن السينما. واخد بالك انا كل اسئلتي عايزة اغوص في التجربة معاكي، لان انا مقدر قوي يعني يا نادين ما تزعليش مني والنبي. أيه. انك انت ست ومتحققة وناجحة جدا كمخرجة. مرسي. انا عارف الموضوع ده، ان الرحلة بتاعته ما كانتش سهلة. ايوه ده حقيقي. كانت ايه اصعب حاجه فيها بقى بالنسبه لك؟ هو انك طول الوقت لازم تثبت انك تقدر تعمل، يعني انا بضيع وقت ومجهود ان انا اثبت ان انا اقدر اعمل الحاجه دي. مع اني ممكن اضيع نفس الوقت ومجهود اكون عملتها وعملت حاجه ثانيه. وعملت حاجه ثانيه واستفدت بوقتك اكتر بكتير. بالظبط. لكن بتبذل مجهود عشان تثبت انك تقدر تعمل حاجه. هي دي. هل المراه المخرجه دايما عندها ملف الحب والجواز والأسرة ده يعني بيبقى دايما مش مستقر، دايما تحاول تهرب منه؟ ما اقدرش اعمم، اقدر اتكلم عن تجربة شخصية بس ما اقدرش اعمم. هو الحقيقة انا بسأل السؤال ده عشان اهرب من ان انا واجهك. ايوه. اين نادين خان؟ ده عنوان بقى. ايوه بقى عنوان. انا وانا في عشريناتي ما كنتش عايزة ارتبط خالص، كان قرار. انا كنت عايزه كارير، عايزه احقق نفسي. إيه؟ لا هم طول عمرهم يعني يسندوني انا واخويا في اي قرار. عايزين نرتبط مش عايزين نرتبط. يعني ماما ما كانتش تقول لك مثلا يا بنتي البنت ملهاش غير بيتها وجوزها؟ لا لا خالص. وبعدين بابا يقول لك لا احنا عايزين نسطر البنات؟ لا خالص. ما عندكوش الثقافه؟ ما عندناش خالص. يعني البنت والولد ليهم مطلق الحرية يختاروا الحاجة اللي تريحهم. بالظبط. طب ده في عشريناتك؟ في عشريناتي. وبعدين بعدين في تلاتيناتي قلت أنا عايزة أرتبط، بس أخدت وقت طويل جدا عشان أقدر ألاقي حد أرتبط بيه، وخصوصا بنوع شغلنا بنوع اللايف ستايل بتاعتنا اللي هي مش سهلة أي حد يفهمها أو يستوعبها. وبعدين لقيت انا مريت بتجربتين جواز. انا في تاني تجربه الحمد لله تجربه سعيده وناجحه الحمد لله. التجربه الاولانيه ما نجحتش لان ما اتفقناش. هو كان كاتب بس بيتهيألي هو اللايف ستايل مختلف خالص. تمام. حياه مختلفه خالص. انما التجربه الحاليه تجربه ناجحه الحمد لله. الحمد لله. وهل شريك حياتك جوزك يعني هل هو في نفس المجال؟ لا خالص. في مجال تاني؟ مجال تاني في الهندسه. لا والله. مهندس. طب تمام، ما انت مهندسه بقى. ايوه ايوه. مهندسه دراما. ايوه مهندسه دراما. طب وايه اللي جمع الاستاذه نادين خان بزوجها؟ احنا اسمه ايه؟ عمر نور. الاستاذ عمر. احنا اصدقاء من زمان جدا. Yeah. جدا. وبعدين يعني اول مره قابلته كان عندي 16 سنه اصلا. ايه ده؟ وبعدين الحياه خدتنا من بعض. كان عندك 16 سنه اول ما قابلتي جوزك الحالي؟ طب ده من بس ده ما فيش. ايوه بالظبط. العمر ايه يا استاذه نادين؟ ارقام. ارقام بالظبط. بعدين حصل ظروف ومجموعة الأصدقاء دي رجعنا نتقابل تاني. وبعدين رجعنا أنا وهو أصدقاء أقرب فأقرب فأقرب. بعدين حسينا إن إحنا يعني عشرة عمر يعني. هي صداقة إحنا ولغاية دلوقتي إحنا أصدقاء جدا. إحنا بنقعد بساعات نرغي. لا نحكي ونرغي وكده. بس أهم حاجة هو متابع جيد وناقد جيد لشغلك. بتقعدوا بقى تعملوا مع جداً بعض زي برين ستورمينج كده بجد؟ والله جدا جدا جدا. العكس يعني أنا ببقى متشوقة أحكي له وأعرف رأيه وكده. مفيش أي نوع من الحساسية أو إن الواحد يقول رأيه للبارتنر أو لزوجك يعني أو إنك تقولي له بعض المواقف اللي هي محرجة شوية اللي تعرضت لها في الشغل عشان ما يتضايقش؟ لا 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 ما فيش الكلام. لا ما فيش. لأن اتنين أصحاب. بالظبط. بالظبط. فلا العكس الحاجات
flowing يعني. طب رأيه إيه هو في مسار إجباري؟ بحبه جداً. جداً. بجد. هو كان وقتها عنده شغل برا مصر. فكان بيكلمني يومياً. كان بيتابع وهو هناك يوميا. مبروك. الله يبارك. انا مبسوط قوي عشانك ومبسوط ان الزوج اللي هو نموذج الزوج اللي هو ما يغيرش من نجاح الزوجة وحتى لدرجه ان هو يبقى اكبر داعم ليها. فاتمنى ان يبقى هو ده النموذج. هو اكبر داعم ليا تماما الحقيقه يعني. طقوسك وانت في اللوكيشن بتسمعي اولا انت ليكي علاقه خاصه بالمزيكا مش كده؟ جدا. وده بسبب والدك الله يرحمه. الله يرحمه. احكي لي عن التجربه دي. دايما دايما بحكي انه الناس بتفتكر ان ارتباطي بوالدي بالافلام او لما انا ارتباطي بوالدي بالمزيكا. انا لما اسمع اغنيه معينه في الراديو افتكره او افتكر حاجه معينه. هو كان بيحب او بيتنا دايما كان بيحب المزيكا جدا. كان دايما في اغاني ودايما اب تو ديت دايما على طول اخر ان كان في العربي او الانجليزي اخر حاجه تلاقيه جابها سافر جاب مزيكا مش عارفه ايه. فدايما المزيكا شغاله في بيتنا ودايما هو كان يحب يغني معاها ونقعد نألف حاجات على الاغاني وتاريخ الفرق دي ايه بيبقى عارفها وكنا نناقش فيها ونعملها وفي فتره لما والدي ووالدتي انفصلوا انا عشت مع والدي. كان يصحيني 6 الصبح يا خبر على اغنيه لسه نازله جديد مش عارفه مايكل جاكسون مادونا مش عارفه ايه دايما. فاصحى الساعه 6 الصبح على اغاني واكل ونفطر ونعمل. فالمزيكا دي جزء كانت من حياتنا تماما تماما. وفضلت بقى الحكايه دي ماشيه معاكي لغايه لما دلوقتي انت في اللوكيشن بتسمعي مزيكا؟ طبعا. فعلا؟ طبعا. بتشغلي مزيكا؟ بشغل مزيكا في الهيدفونز. بيقولوا انه دايما الكواليس بتاعت التصوير بتبقى فيها حاجات الناس ولا بتقدر انها طبعا تعرفها الا لو الحاجات دي هتبقى متصوره يعني. فانت في الكواليس بتاعت تصويرك انت تحديدا بتحبي تحطي اكل ومزيكا وحلويات. حلويات. ايه موضوع الحلويات؟ حلويات ده السيت اب ده بس هتلاقي بقى فيه 20 شخص فوقي كلنا مع بعض فوقي. ده بعد ما بيخلص اليوم؟ لا 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 في نص اليوم عادي جدا. الله. عادي جدا. طب ده ما بياخدش من تركيز الشباب يعني؟ لا لا العكس. ليه؟ ده بناكل ونكمل طاقة. بيدي طاقة؟ طاقة وبنبقى مبسوطين بصراحة الموضوع يخوف. المعلم ده اللي عارفه ولو ما عرفنيش خليه يسأل عنه قول له أبو صدام. بالمناسبة أنت مع حتة المنصات دي دلوقتي بقت منصات مش زي فاكرة زمان لما كنا نقعد والمسلسل جنب التلفزيون ونستناه ونقعد نتفرج على الإعلانات أكتر ما نتفرج على الدراما بكتير بكتير بالظبط. فدلوقتي التجارب دي ال 15 مش ال 30 إيه رأيك في الحاجات دي؟ انا شايفه انه ده نوع من التطور. دي حاجه ودي حاجه. انا يعني ما بشوفش انه انا شايفه انه كويس بقى خالق فرص اكتر في مساحه اكبر في تنوع اكتر في يعني فده فاتح السوق تماما. في حاجة مفتقدينها طبعا بس هو ده تطور. التطور بيحصل لأن الناس كلها دلوقتي قاعدة على السوشيال ميديا فطبيعي والسبان بتاع المتفرج انه يزهق او انه يبقى عايز يشوف الحاجه اسرع او كده جاي من السوشيال ميديا. فالمنصات مساعده انك تقدر تقدم لهم اللي انت عايزه بالفورمات الاسرع اللي واصل لهم اكتر يعني. فانت بالنسبه لك مفيش مشكله عندك تعملي عمل يتعمل على منصه يتذاع في قناه؟ لا لا اوف سيزون او اون سيزون مش فارق يتعمل في رمضان يفرق؟ لا خالص خالص موضوع خالص. رمضان مش بيفرق معاك خالص فعلا؟ لا معظم الناس بتحب رمضان. ده حقيقي. انا دايما صدفه رمضان معايا يعني. انا تعرض لي حاجتين في رمضان صدفه يعني مش صدفه. اول واحد كان صدفه. مين قال ده؟ ده كان مسلسل اوف سيزون اصلا مره واحده لقيتهم بيقولوا لنا يعرضوه في رمضان. ده كان صدفه. التاني مسار اجباري
انا يعني مش ان انا عايزه حاجه في رمضان فانا بدور، انا برضو بالصدفه جالي البروجكت ايه ده رمضان، طيب اوكي يلا كده يعني. فبالنسبه لك ده اوكي يعني مش شرط. آه. بالظبط. انت بتركزي على القيمه بتاعه العمل اكتر متهيالي. بالظبط. نادين، انتوا عندكم في عيلتكم اصول باكستانيه، الاستاذ محمد خان كان والده باكستاني صح؟ ايوه. بس هو من مواليد القاهره وتتربى في حي السكاكيني، وانا عارف المعلومه طبعا دي عنه وكل حاجة. السؤال بتاعي يعني هو التاتش الباكستاني ده كان ملموس في عيلتكم في بيتك؟ لا الحقيقة لا خالص. أنا جدي باكستاني، جدتي طليانية. اتقابلوا في مصر، اللي هي والدة بابا. اتقابلوا في مصر واتجوزوا هنا، وبابا اتولد هنا، وبعدين في لظروف اقتصاديه اضطروا يسافروا وراحوا انجلترا. انا جدي لما جه مصر، احنا ما نعرفش الفرع ده بتاع العيله، ما نعرفش فرع جدي. هو انفصل عن عيلته تماما. احنا ما نعرفش عنهم حاجه خالص. خالص خالص خالص. فعمرنا ما حسينا بالوجود ده، ولا حتى الاكل اللي بيطبخ في البيت خالص، او اي عادات. انا ما قابلتش جدي. انا قابلت جدتي بس ما قابلتش جدي، كان توفى قبل ما احنا نتولد، قبل ما حسن وانا نتولد. طب انت كنادين ما عندكيش اي حاجه، عارفه بيقول لك الدم بيحن، ما فيش اي حاجه بتحن مثلا انك انت تاكلي اكل باكستاني او هندي او كده؟ لا عادي. لا بابا كان بيحب الحراق. انا لا، هو المطبخ الباكستاني. انا لا خالص. بس انا عملت مره رحله مع صديقه ليا في الهند، وكانوا دايما بيتكلموا معايا على اساس ان انا هنديه، يعني كانوا دايما امشي كده تلاقيهم بيتكلموا معايا على طول كاني يعني فاهمه اللغه. فقلت اكيد شكلي هندي. يعني كان في حاجه بتشدهم من شكلي صح؟ غالبا. تمام. الشيء يمكن اللي ما كنتش عارفه يعني هو مسألة حصول الأستاذ محمد خان على الجنسية المصرية. يعني مؤخرا ولا ايه؟ قبل ما يتوفى بتالي 2014 اخذ الجنسية، يعني قبل وفاته بسنتين. هو طبعا كان طول عمره هو ده حلمه انه ياخد الجنسية المصري، ده كان اهم حاجة بالنسبة له. وكانت حاجة مضايقة جدا جدا، يعني كانت حاجة مهمة جدا انه هو يبقى واخد الجنسية المصري، وما كانش عارف ياخدها، وكان قدم كذا مرة على طلب وما حصلش يعني. فحتى انا واخويا كنا بباسبور انجليزي لغايه لما طلع قانون الام المصريه، اللي هو كان بعد ما انا اتخرجت من المعهد يعني. تاي كان 2007 تهيألي. 2007 اخذت الجنسيه المصريه. اخذنا الجنسيه المصريه، اخذناها قبليه. هو كان فرحان جدا، وبعدين هو في 2014 طلع قرار جمهوري ان هو ياخد الجنسيه. بقرار جمهوري. ما شاء الله. بس احنا نقدر نقول ان انتوا يعني عيله مصريه قبل الحصول على الباسبور. طبعا. يعني الباسبور ده وثيقه سفر. انما الواقع اللي انتوا عايشينه واقع مصري. مصري. تمام. تماما. كلميني عن تجربتك. اولا انت كان ليكي سمعه كده انك انت اهم مساعده في لما يجي مثلا الاجانب بيعملوا مشروع في مصر. او يجوز في المنطقه. فكان ليكي تجربه مع المخرج الكبير نبيل عيوش في فيلم اعتقد فرنسي مغربي بالظبط. Whatever Lola Wants. اسمه كده. التجربه دي مهمه في الكارير بتاعك جدا جدا. التجربه دي بدات الاول، هو كان جاي عايز يصور جزء من الفيلم في مصر، فانا ما كنتش اعرفه يعني، ما تقابلناش قبل كده، فانا جيت كمساعد اول للجزء اللي هيتصور في مصر. وعيننا واشتغلنا وعملنا شغل كتير جدا، وبعدين حصل ظروف تصريح وهكذا، فبقى في الاخر الجزء اللي هيتصور في مصر حاجه صغيره جدا، والباقي اتصور في المغرب. بعدين لقيته في يوم راح سافروا المغرب، لقيته في يوم بيكلمني قال لي انا عايزك تيجي بكره. فروحت على التصوير،
اشتغلت معاه الفيلم كاملة، كنت بشتغل كل حاجة، كنت بشتغل مساعد، كنت بشتغل كونسلتنت للموسيقى للأغاني، كنت بدور على فنانين لأن الفيلم كان مرتبط بالرقص الشرقي والموسيقى جدا، فكنت بنزل في المغرب أدور على فرق مزيكا وراقصين وكذا وكذا. بعدين كملت معاه في فرنسا، راح فرنسا في البوست برودكشن في المكساج اشتغلت معاه، وكنت برضو بعمل كاستنج ستريت كاستنج في فرنسا لمصريين يجوا. فكانت تجربة بالنسبة لي أولا أول مرة أشتغل بسيستم أجنبي مش مصري خارج مصر، فاتعلمت حاجات كتيرة جدا في السيستم، فكرة ازاي المنظومة شغالة تماما. تعلمت منه كمخرج، هو مخرج قوي جدا، وتعلمت منه كتير. والتجربة الحياتية بتاعت انك في الاخر في بلد تانية، بلدين تانيين خالص، تنزل في الشارع وتدور على فنانين وممثلين وكذا وكذا، دي تجربة حياتية طبعا. بتهيألي دي عملت لك نقلة في الكارير، هي وباب الشمس. وباب الشمس وترانسفورمرز اشتغلت لما جاء فيلم ترانسفورمرز، جاء صور في مصر برضو، كنت أنا المساعد الأول مع اللي ماسك فيه المساعد الأول بتاع الفيلم كاملة، وأنا المساعد الأول هنا مع مايكل باي. ودي كانت برضو تجربة، كنا بنشتغل بتسع كاميرات وقتها، كان كاميرات خام بلودر واحدة ست، فبرضو كان سيستم تاني خالص انك تشوف ده. وكان وقتها التكنو كرين، ما كانش فيه تكنو كرين في مصر، تكنو كرين كان هما جايبينه معاهم، فبرضو ده تكنيكلي نقلني في حتة تانية، شفت حاجة تانية، تعلمت حاجة تانية. فالتلات تجارب دول غيروا معايا. استاذ محمد خان كان شعوره ايه بالنجاحات دي؟ كان سعيد جدا، هو كان بحس انه هو فخور بي الحقيقة يعني، وهو كان بيبينها لي وبيقولها لي دايما. ولما هو حضر هرج ومرج، وحضر جاء مهرجان دبي لما الفيلم كان بيتعرض، ولما اخذ الجائزة كان سعيد جدا جدا، وكان لا يعني عمري ما هنسى اللحظة دي يعني. لو خدنا كده نصيحة قالها لك الراحل الكبير الأستاذ محمد خان رحمة الله عليه، الله يرحمه، لما قال لك يا نادين فكري دايما بمنطق نيكست اللي جاي، ارمي اللي حصل ورا ظهرك، والنهارده نقول ايه، فصل جديد في الحياه هيبدا، صفحه جديده بالظبط، صح بالظبط. واتس نيكست؟ واتس بعد النجاح اللي حققه، بقول لك الف مبروك على مسار اجباري. الله يبارك فيه. يعني شغالة على حاجتين، فيلم سينمائي بس لسه في مرحلة الكتابة، وبقرأ حاجات أعمال درامية ونشوف. إيه أهم الأعمال اللي بتحبيها لمحمد خان؟ كتير الحقيقة. بحب خرجة ولم يعد، زوجة رجل مهم، أحلام هند وكاميليا. أحلام هند وكاميليا مرتبطة بيه لأن زي ما قلت حضرتك أنا كنت فاكره قصص كتير، ففي ارتباط كمان بشكل عايشاه بالظبط. فارس المدينه، فارس المدينه بشوفه من الافلام اللي كانت سابقه عصرها جدا 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 يعني. لا بحب تقريبا معظم شغله الحقيقه. هل كنت ممكن تقعدي تدردشي معاه مثلا في فيلم معين وتقولي له رايك او طبعا في البيت يعني فيدباك يعني؟ احنا كنا بنختلف انا وهو دايما على المزيكا. احنا اذواقنا مختلفه في الموسيقى التصويريه. فكنا دايما نتناقش ده ونختلف، وبعدين نتعصب مني كده تعمل لي كده، اقول له ماشي خلاص. بس هو يعني الاختلاف ده شيء مشروع. طبعا طبيعي. لا 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 انا لاحظت انك انت حطيتي اغنيه التتر بتاع مسار اجباري، كانت يعني عجبتني، يعني شعبيه، يعني أي. يعني هي تعبر عن ثقافه يعني ايه، مش نخبويه خالص، جايه من تحت. من تحت. ايه اللي خلاكي تحسي بيها دي؟
لان هو المشروع كده، هو المشروع بيتكلم عن الحالة دي والطبقة دي والناس دي والمكان ده، يبقى شبه المشروع بالظبط. طب هل نادين عندها أفضلية معينة لو سألتك انه ايه افضل مثلا من افضل الافلام السينمائية في تاريخ السينما المصرية؟ كتير اصله كتير كتير، الهروب، الكتكات، بداية، في حاجات كتيرة قوي طبعاً قوي. طبعا انت قلتي ثلاث افلام في منتهى الجمال بصراحه. في احنا السينما بتاعتنا غنية جدا وفي افلام كتير جدا. هل عندك افضلية في اختيار اسم حد يعتبر احلى ممثل او افضل اداء؟ لا انا كمخرجة صعبة اقول كده، لانه فعلا انت عندك كل حد وله لون بالظبط، وله عبقرية بالظبط، وله موهبة، وممكن يبقى حد قوي جدا في الدور ده وعمل حاجة تانية كان في حاجة تانية. لا ما اقدرش اقول، عمري ما عرفت ارد على السؤال ده حقيقي فعلا، يعني لان فعلا انا بتفرج على كل انواع السينما، بحبها حقيقي كل انواع السينما. فهي مش مسألة هروب من السؤال بقدر ما هو تعبير عن شخصية نادين. أيوة. اللي هي محبة ومقدرة لكل الفن وكل الفنانين الحقيقيين بالظبط. صح؟ بالظبط. يعني كده والله زي الفل. أنا عايز أقول لك إن أنا مبسوط قوي إن أنا شفتك جدا، وأنا كمان تعرفت جداً عليكي جدا جدا ومبسوط بتجربتك يا نادين، وبقول لك يا رب التوفيق والنجاح، ونترقب أعمالك اللي جاية، وأي حاجة تعمليها إحنا هنبقى دايما بنشجعك وبنقولك كل التوفيق والحظ السعيد. شكرا لوجودك معايا في ضيفي مع معتز الدمرداش. شكرا لحضرتك، والعمل اللي جاي بقى هنشتغل مع بعض. ايوه بقى، ايوه خلاص. وخلي بالك انا هكون يعني عشان خاطرك انت هتنازل عن كل حاجه. نادين خان نورتني النهارده يا جماعه. شكرا شكرا شكرا.